ينضم إلينا الآن في هذا الحوار دكتور مطانس شحادي عضو الكنيسة عن القائمة المشتركة. تحياتي دكتور مطانس. يعني نلاحظ من خلال وسائل الإعلام وتصريحات أيضا زملائك في القائمة المشتركة أن التصدع داخل القائمة بات واضحا، كيف يمكن أو كيف تقيم الوضع اليوم؟ مساء الخير عزيزي لك ولا كافة المشاهدين. الحقيقة في خلاف سياسي جدي داخل القائمة المشتركة، في انتقادات غير مفهومة غير واضحة المعالم على نهج القائمة المشتركة حاليا، واتهامات أنها يعني تنتمي إلى اليسار، وهذا مستغرب. القائمة المشتركة مش موجودة لا باليسار الإسرائيلي ولا اليمين الإسرائيلي، هي الحزب أو القائمة الوحيدة الغير صهيونية في الكنيسة، ويعني من يعتبر أنه كانت في اليسار يجب أن يفسر يوضح يبرر من يقصد، هل يعني بعض الأحزاب موجودة أو هو كان باليسار أو القائمة المشتركة، هذا غير دقيق. وفي توجهات أيضا غير مفهومة الملامح، يعني أنه نتعاون مع مكتب رئيس الوزراء. طب ما كل الأحزاب، كل النواب، كل الأحزاب العربية تتوجه إلى الوزراء، تتوجه إلى مكتب رئيس الحكومة، هناك مطالب، هناك جلسات، وهناك داخل أصلا لجان الكنيسة والهيئة العامة وجلسات خاصة تعقد مع الوزراء لطرح مشاكل المجتمع العربي وطرح حلول، هذا موجود. ولكن المتغير الأساسي هو تغير في الخطاب والنهج لدى البعض، يعني أنت تدفع ثمن مسبق بتغيير خطابك لتتمكن من التأثير أو وهم التأثير أو إمكانية التأثير. نعطي سلم أو نحاول تبييض وجه نتنياهو قبل أن يكون أي مراجعة أو قبل أن يكون أي تغيير في تعامل جوهري من قبل الدولة مع المجتمع العربي. القائمة المشتركة 15 عضو، هي قوة حقيقية تريد أن تغير مكانة المجتمع العربي المدنية والقومية والسياسية والقانونية، لذلك يجب أن نستغل هذه القائمة والقوة لرفع سقف المطالب السياسية، لأنه بالإمكان في الانقسام الحاصل في المجتمع الإسرائيلي لا أن تكون عامل في خفض سقف الطرح السياسي للقائمة المشتركة والمطالب السياسية. القائمة المشتركة تعمل بالمطالب اليومية في القضايا اليومية والقضايا المعيشية، كلياتنا نعمل في هاي القضايا ونطرح مكانة المجتمع العربي. نعم. لكن دون أن نقدم تنازل، دون أن نقدم موقف سياسي مقبول، هذا مرفوض علينا أن يكون في اشتراك لتغيير بموقفنا السياسي أو في طرحك السياسي أو بتصريحاتك السياسية عشان يسمعوا مطالبنا أو يقبلوا مطالبنا. شو هذا الحكي؟ هذا مرفوض. لذلك هذا يعني الإشكالية القائمة في القائمة المشتركة، ورطوا من الجميع الالتزام ببرنامج السياسي المتفق عليه بالقائمة المشتركة واتفاقية إقامة القائمة المشتركة. أي نعم، يعني غالبية النواب داخل القائمة المشتركة يعني أعلنوا مرارا وتكرارا ودعوا إلى الحفاظ على وحدتها، ويعني كما يبدو أنه يعني حذروا أكثر من مرة وفي أكثر من منبر من نتنياهو ونواياه بتفكيك القائمة المشتركة. أي أدوات دكتور مطانس موجودة بين يدي نتنياهو ليفكك القائمة المشتركة؟ نتنياهو يسعى، نتنياهو يحاول التفتيت، يعني التقسيم مركبات القائمة المشتركة، وهذا مرفوض وهذا خطير. يعني هذا نتنياهو، هذا استمرار لنفس نهج نتنياهو في التحريض علينا من شهر 4. لكن يستغل أي أدوات، يعني بأي أدوات يستخدم ليوظف هذا الموضوع؟ يعني أنه منح تسهيلات معينة للبعض، منح أو اشتراك خطط معينة بموقف سياسي بدعم مثلا قانون فرنسي يحمي نتنياهو، هذا استمرار لنفس التحريض على المجتمع العربي والقائمة المشتركة. يعني النتيجة واحدة، إذا منع الوجود السياسي والحزبي للمجتمع العربي في البرلمان فهو نفس النهج، ولكن أدوات أخرى. نتنياهو الآن يريد استعمال الجزرة، استعمل العصا في شهر، حاول استعمال العصا في شهر 4 والتحريض، وبعدها في انتخابات أيلول، وبعدها في انتخابات أذار، فشل في ذلك. الآن يستعمل ربما أدوات أخرى لتفتيت مركبة أو يعني خلق خلافات ونزاع داخل القائمة المشتركة بتصرفات عمليا، بمحاولة لإعطاء ربما توهيم البعض بإعطاء نتائج اللي هي مطالب شرعية للمجتمع العربي. نعم. اللي هي حقوق أساسية، اقتصاد وصحة وعنف وبنى تحتية وهدم بيوت، هذا كله حقوق أساسية مش مفروض يعني ترتبط ولا هي من أحد، هاي حقوق يجب أن نناضل من أجلها ونناضل. لذلك لا، إحنا سنعمل على عمليا إفشال نتنياهو، هذا واضح، المجتمع العربي لن يقبل ذلك،
مركبات القائمة المشتركة، كل مركبات القائمة المشتركة لن تقبل ذلك، وسنفشل محاولة نتنياهو كما أفشلنا تحريضه ومحاولة إسقاط قوائم عربية في انتخابات شهر 4 الماضي. نعم يعني، لكن هل توجد وسطات من القيادات العربية يعني لحسم الجدل الحاصل بين مركبات القائمة المشتركة أخيرا؟ يعني مش قضية وسطات، هي قضية أنه القائمة المشتركة، أنا اقترحت على القائمة المشتركة قبل شهر ونصف أن نجلس ونضع إطار سياسي متفق عليه مشتق من البرنامج السياسي ومن الوضع السياسي الحالي في إسرائيل، وبإمكان كل مركب يعني أن يناور داخل هذا الإطار في الحدود، يعني في مكان ومتسع لاجتهادات داخل هذا الإطار، ولكن في ثوابت يجب الحفاظ عليها، في إجماع يجب الحفاظ عليه داخل القائمة المشتركة والتعامل داخل هذا الإطار. كان في بعض التوجهات من قبل، نعم، رئيس اللجنة المتابعة، رئيس لجنة السلطات، اللجنة القطرية للسلطات المحلية العربية، وفهمت أنه كان في جلسة مع بين لجنة الوفاق وأحد الممثلين عن يعني المركبات القائمة المشتركة، ولكن الأمور يعني لم تتحسن لغاية الآن، لذلك يجب أن نجلس ونضع هاي الحدود. احنا لن نقبل بانه المسبحة تفرض زي ما بيقولوا، لانه في احنا توجهنا الى الناخب العربي، يعني انا برنامج سياسي، هنا ايضا في مصداقية وفي اخلاقيات في العمل السياسي والكامبين الاعلامي والحملة الاعلامية اللي خضناها قبل 7-8 اشهر فقط، والعمليا التشريح نتنياهو، واحنا وعدنا المجتمع العربي بتمثيل حقوقه وترفع مكانته وتغيير هالمكان والدفاع عنه والنقف في وجه التمييز والعنصرية، ولكن أيضا النقف وجه نتنياهو والنسكت نتنياهو، وضحنا أننا لا نعتبر أن هناك فروق جوهرية بين نتنياهو وبين جنس، وهذا صحيح في القضايا الجوهرية لا يوجد فرق، ولكن في تمايز معين بين نتنياهو وبين جنس، اشتغلنا على هذا التمايز وأردنا وعدنا وقلنا صرحنا أن نريد أن نسكت نتنياهو. أما الآن إذا كان في مثلا مراجعة للبعض انه والله التوصيه كانت خطا، يقولوا لانه احنا التجمع كان موقفنا واضح، كنا ضد التوصيه وقبلنا يعني القرار الاغلبيه. دعني اسالك اليوم نفس النهج، اسمح لي انا بس هنا تفضل دكتور مطالب، نفس النهج نفس الذهنيه اللي حاولت عمليا تبرير وتصويغ التوصيه على جانس، تحاول الان تبرير التعاون مع نتنياهو، نفس الادعاءات على فكره. طب هذيك التجربه فشلت، ليش نروح على مغامره جديده فاشله ايضا؟ فضل. نعم يعني كيف ينظر حزب التجمع الوطني الديمقراطي للقائمة المشتركة التي تجمع كافة المركبات السياسية في المجتمع العربي هذه الأيام؟ احنا بالنسبة لنا القائمة المشتركة موضوع يعني مشروع استراتيجي، القائمة المشتركة هي عمليا لتنظيم العمل السياسي للمجتمع الفلسطيني في الداخل، تنظيم النضال السياسي البرلماني على الأقل للمجتمع الفلسطيني في الداخل، تعمل إلى جانب لجنة المتابعة وإلى جانب لجنة رؤساء السلطات المحلية، إحنا ننظم المجتمع الفلسطيني سياسيا، نمثل هذا الاضطهاد والتمييز والقمع في البرلمان بالأدوات المتاحة، نعم، في المنابر الدولية وفي الإعلام المحلي والعالمي، هذا نستعمله كله، ولكن نعرف حدود طبعا اللعبة السياسية بسبب النظام القائم، بسبب مبنى وجوهر النظام القائم، ونريد تغيير ذلك، هذا هو الجوهر، هذا هو المطلب الأساسي. أما الباقي الإمكانيات عمليا ميزانيات وبنى تحتية هي تشتق من هاي مشتقة من المكان السياسي والتمييز البنيوي تجاه المجتمع الفلسطيني. القائمة المشتركة مشروع مهم، وإحنا أردنا ودفعنا ثمن للحفاظ عليه في السابق، ولكن الآن هناك ثقب سياسي حد أدنى لا يمكن التنازل عنه، لا يمكن أن تكون قائمة مشتركة بمشروع سياسي يعني سقف منخفض، يعني تفقد أسباب وجود القائمة المشتركة، لذلك احنا نريد أن نحافظ على القائمة المشتركة وعلى السقف السياسي وعلى التمثيل السياسي وعلى المشروع لتنظيم المجتمع العربي. دكتور مطر السعادي، لذلك احنا يعني سنجتهد ونحاول مع بقية المركبات، وأنا بفكر يعني أنه الاحتمالات مرتفعة وجيدة، ويجب الحفاظ على القائمة المشتركة، يجب إبقاء القائمة المشتركة والحفاظ عليها لمناهضة هاي السياسات والأدائية تجاه المجتمع العربي، ولكن يجب ترتيب وتنظيم وضبط الطرح السياسي والمشاريع السياسية. عضو الكنيسة عن القائمة المشتركة دكتور مطنس شحادي، شكرا لك، يعطيك العافية.